السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن أمام مجسم مشروع بايسال ريزيدنس في منطقة شكورشاير. المشروع عبارة عن 10 بنايات زي ما إحنا شايفين، مختلفة المساحات، في غرفة وصالة، غرفتين وصالة، 3 صالة وأربع صالة. حاليا البناية هذه اللي إحنا أمامها في المجسم جاهزة، والبرج الأمامي اللي بجواره جاهزة، الأبراج الثانية كمان قيد الإنشاء، بالإضافة إلى البرج الأخير اللي هو الـ جاهزة فيها غرفتين وصالة. الخدمات اللي موجودة فيها ملاعب أطفال، ملاعب رياضية، جلسات عائلية، بالإضافة إلى نوافير والمواقف المغلقة والمواقف المفتوحة، بالإضافة إلى المحلات التجارية وصالة الفتنس والسونا، وكل الخدمات متوفرة. مجمع ضخم في منطقة مركزية رائعة جدا، مخدومة بكل الخدمات. نعطيكم فكرة على الشقة غرفتين وصالة. حاليا احنا بجوار البناية زي ما انتم شايفين، بنصور لكم شقة غرفتين وصالة بمساحة 110 متر مربع في البلوك A زي ما انتم شايفين. عندنا مدخل البناية من هنا، تفضلوا معانا. زي ما انتم شايفين مدخل العمارة راح يكون بهذا الشكل النهائي، بالإضافة إلى صناديق خاصة بالبريد مرقمة لكل شقة. وما ننسى أيضا وصول الغاز الطبيعي في المجمع، إن شاء الله مع السنة الجاية راح يكون جاهزة بالغاز الطبيعي. وعندنا عدادات الموية والكهرباء مقفلة بدواليب خاصة. تعالوا مع بعض نطلع نديكم تفاصيل كاملة للشقة من فوق. زي ما انتم شايفين موجود مصعدين في كل بناية، مصعد يسع لثمانية أشخاص ومصعد يسع لعشرة أشخاص. نطلع على الدور العاشر نديكم فكرة كاملة عن شقة غرفتين وصالة بمساحة 110 متر مربع. وصلنا الدور العاشر. زي ما انتم شايفين موجود عندنا تقريبا 4 شقق في كل دور. تمديدات الغاز الطبيعي زي ما انتم شايفين واصلة لكل شقة. الشقة هذه شقة غرفتين وصالة بمساحة 110 متر مربع. مدخل الشقة زي ما انتم شايفين من هنا، أبواب ذات جودة عالية وأمان، نوعية جيدة. يمينا على طول عندنا المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة بنوعية فاخرة ما شاء الله تبارك الله، ونظام هيدروليك زي ما انتم شايفين. أماكن الأجهزة الكهربائية أيضا مجهزة بكل التفاصيل. عندنا مخرج للبلكونة، البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والغرفة والصالة، بلكونة كبيرة زي ما انتم شايفين بمساحة تقريبا نقدر نقول 2 متر × 5 أمتار، وإطلالة البلكونة إطلالة بحرية وإطلالة طبيعة أيضا. شقة رائعة وجميلة في المجمع زي ما قلت لكم سابقا في المجسم. الخدمات اللي موجودة فيها مواقف للسيارات، محلات تجارية، صالة فتنس، الخدمات كلها راح تكون في المنطقة هذه زي ما انتم شايفين، بالإضافة إلى البنايات اللي كملت. حاليا عندنا تقريبا 6 إلى 7 بنايات، إن شاء الله خلال فترة بسيطة راح تكون كاملة، والمجمع راح يكون جاهز خلال فترة بسيطة إن شاء الله، خلال 1.5 سنة تكون جاهزة. تعالوا مع بعض نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من المطبخ، مقابل المطبخ زي ما انتم شايفين عندنا دورة مياه أولى وانتم بكرامة بنظام عربي. بجوار المطبخ عندنا غرفة،
الغرفة هذه ما شاء الله مساحتها جيدة، نقدر نقول 4×4.5 مساحة جيدة، ومخرج آخر للبلكونة من الغرفة هذه أيضا. بجوار الغرفة عندنا دورة مياه رئيسية التابعة للشقة، مجهزة بتجهيز كامل من مروش وكلوزت وسيراميك فاخر ما شاء الله تبارك الله، إكساء الحمام وانتم بكرامة. بعد ما طلعنا من الحمام الرئيسي نتوجه هنا إلى الصالة. ما شاء الله مساحة الصالة جيدة، بواجهة أمامية زجاجية وديكورات سقفية مخفية بإنارات ليد، وما ننسى التدفئة المركزية في كل غرفة موجودة بالغاز الطبيعي، إن شاء الله راح يكون شغال من السنة الجاية. أرضيات كلها باركي درجة أولى، والمخرج الثالث اللي قلنا للبلكونة، البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة والغرفة. نطلع من الصالة نجي على الغرفة الأخيرة اللي هي غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر نقول عليها مثلا. غرفة جيدة بمساحة متوسطة، واجهتها زجاجية، إطلالتها على المجمع وعلى الخدمات الخارجية، مساحتها جيدة نقدر نقول عليها. فمساحة 110 متر مربع في شقة غرفتين وصالة ممتازة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.